أعزائي المتداولون، أهلا وسهلا بكم ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس. بداية هذا الأسبوع حتى الآن مع تراجع الدولار الأمريكي قليلا والين ما يزال قويا على الرغم من تعبير بنك اليابان المركزي رغبته في المزيد من التحفيزات. تقدم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي خلال الساعات 24 الماضية، ولكن يبدو بأنه محدود عند المستوى 0.7642 حاليا. قام زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بتحرك تصاعدي قوي من الدعم عند 1.1337 ويتجه نحو 1.15 في النهاية. يبدو بأن زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الآن يقوم بالتدعيم فوق 107.50، وربما بسبب تلميح بنك اليابان المركزي بالمزيد من التحفيزات لإضعاف الين. شكرا لكم وتداولا موفقا.